والبنت الجميلة اللي كانت في الإسلام طلعت وضاحة لما لها وضاحة بعد أغنيتين أستاذ اللي قاعدة تمشي فأنا اتحركت بحكم إني صاحب الشركة أقدمها اتفاجأت بقى السبع أشخاص وراي برضو ماشيين يقدموا هاي يا جماعة ده ما أقدر نطلع منه كيف ففي فندق اسمه فندق المدينة جنب الشركة قلنا نشيل لبن لمصطفى في المساء بيشرب حليب دايما شيلنا الحليب ومشينا جينا خاشين اللي هنا هو وابو سينا وبعض البنات قاعدين قال لي يا بني مشيت وين؟ قلت له مشينا نجيب لك اللبن قال انا حلة سبع ايام مشينا نجيب لي لبن بعد ثاني يوم كان الحفل بتاع هندسه مشينا حضرنا الحفل بتاع هندسه كله قاعدين والبنت الجميله اللي كانت في الدفاع قاعده لما انتهينا من الحفله طلعنا سوا ماشيين على الشقه اللي والله هو غنى وضاحه وبشرنا من بعيد قال لي والله وضاحه دي ما كانت عاجبه لي ابدا لكن شفت ليك زورك قاعده زي مغرة النور وشفت ورانا سلمت قلت لها